الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على مزيد فضله، ونسأله أن يوفقنا لصالح عبادته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم الخيرات، وأن يوالي عليكم الفضائل والمبرات، وأن يغفر لكم الذنوب والزلات. وبعد، في درس جديد نتناول فيه تفسير سورة الرعد، فلعلنا بإذن الله عز وجل أن نبتدئ بأول هذه السورة، فلنستمع لي آيات منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك
ربك لشديد العقاب. سورة الرعد الأظهر أنها سورة مكية لأنها تعالج الموضوعات المكية من إثبات المعاد وإثبات صحة هذا الكتاب والاستدلال على ذلك كله بالآيات الكونية. هناك من رأى أن هذه السور أن هذه السورة من السور المدنية، ولكنه لا يتوافق مع ما في سياق هذه السورة. وسورة الرعد تتحدث عن الاستدلال بالآيات الكونية العظيمة على إثبات صحة هذا الكتاب وبيان حسن عاقبة من تمسك به دنيا وآخرة. وقد ابتدأها الله جل وعلا بحروف مقطعة ليبين للعرب أن هذا الكتاب إنما جاء بلغتهم وبحروفهم التي يتكلمون بها، وليكون ذلك فاتحاً للأسماع لاستماع آيات كتاب الله عز وجل. ولذا عقب هذه الحروف بالإشارة إلى هذا الكتاب فقال تلك آيات الكتاب، أي ما سيأتيكم هي آيات ودلائل وبراهين مما اشتمل عليه هذا الكتاب. وجاء بالكتاب يراد به القرآن العظيم لأنه مكتوب وسيبقى مكتوبا، وأتى فيه بالألف واللام الدالة على العهدية، كأنه الكتاب العظيم، الكتاب الذي له شأن كبير، الكتاب الذي يكون له الأثر العظيم في حياة الخلق. ثم قال تعالى والذي أنزل إليك من ربك، يعني أن هذا الوحي الذي يأتيك وهذه الرسالة التي اصطفاك الله بها وهذا القرآن الذي ينزل من عند رب العزة والجلال أمر حق لا باطل فيه. ومن ثم فإن العقلاء يدركون ما فيه من هذا الحق فيؤمنون به، ولكن الإشكال في الناس فإنهم لا يؤمنون، وعدم إيمانهم إما لغفلتهم وإعراضهم وعدم التفاتهم لهذه الآيات البينات، وإما لعنادهم ولتقديم مصالحهم الدنيوية فيما يظنون على الاستجابة لداعي الحق. ثم أشار إلى شيء من آيات الله في الكون على جهة التعريف به سبحانه ليعبد وحده وليصدق في مقاله، وعلى جهة التخويف لأعدائه ليحذروا من سوء عاقبة تكذيبهم وإعراضهم عن وحي الله. فقال الله الذي رفع السماوات، فنحن نشاهد هذه السماوات العظيمة التي فوق رؤوسنا وهي بناء محكم قد رفعه الله عز وجل رفعا عظيما، ولم يحتج في رفعه إلى أن يجعله على عمد. فأنتم إذا رفعتم أي أمر لا بد أن تضعوا فيه عمد، أنت لا بد أن تضع له عمدا يستند إليها. فسقف هذا المسجد احتاج إلى أن يجعل له عمد يستند إليها. أما هذا البناء العظيم فقد رفعه الله عز وجل بغير عمد،
وقد وضع له من الخصائص الكونية التي لا يحتاج معها إلى هذا العمد. قال: ثم استوى على العرش. فالعرش مخلوق عظيم، السماوات والأراضين فيه بمثابة دراهم ألقيت في صحراء واسعة. وهذا العرش من أعظم مخلوقات الله جل وعلا. وقوله ثم استوى، الضمير يعود إلى الله جل وعلا، واستوى بمعنى على وارتفع. ثم قال: وسخر الشمس والقمر، أي أنه ذلل الشمس والقمر وجعلهما يعملان ليكون الإنسان مستفيدا مما فيهما. فتضيء الشمس للعباد أرضهم فيتمكنون من التنقل ومن أداء أعمالهم ومن الاكتساب، وجعل القمر في ليلهم ليكون معرفا بالسنين والحساب، وليضيء إضاءة يسيرة في ليلهم، وليهتدوا بالشمس والقمر. وجعل لكل من الشمس والقمر مدارات يسيران عليها، ولذا قال: كل يجري لأجل مسمى، أي هذه الكائنات لها مدار تسير عليه بتدبير رب العزة والجلال، ومسيرها سيستمر إلى أن يأتي الأجل الذي سماه الله عنده بقيام الساعة. ثم قال: يدبر الأمر، أي أن الله جل وعلا يتصرف في الكون فيرزق هذا ويمنع ذاك، ويرفع هذا ويخفض الآخر، ويصرف الكائنات من إنس وجن وحيوان وطير وسمك في البحر. فهو الذي يدبرها ويتولى شأنها. وهكذا تدبير ما في هذا الكون من أمور الجمادات يدبره رب العزة والجلال. ثم قال: يفصل الآيات، أي ينزل آيات وعلامات تكون موضحة بينات. وظاهر تفصيل الآيات أنه في الآيات الشرعية ليجمع بين قدره وشرعه، فإن الله عز وجل هو الذي يتصرف في الكون بقدره، وهو الذي جعل شرعاً للعباد يلزمهم أن يعملوا به ليكون من عمل به فائزاً دنياً وآخرة، ويكون من تركه خاسراً في الدارين. ثم قال: لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي أن هذه الآيات تدلكم على صدق ما ذكره الله جل وعلا لكم من وجود يوم آخر تحاسبون فيه على أعمالكم، وتجازون فيه على ما قدمتموه في دنياكم. ثم ذكر آيات كونية متعلقة بهذه الأرض التي تحت أقدامنا، فقال سبحانه: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها مترامية الأطراف لا حد فيها، وإنما قد مدها بحيث لا تنتهي هذه الأرض. وأعظم درجات المد ألا يكون لها انقطاع، ولا يكون كذلك إلا إذا كانت الأرض كروية الشكل، لئلا يكون فيها انتهاء لطرفها. وقال: وجعل فيها رواسي، أي وضع فيها جبالا ترسو الأرض بها وتثبت. وهذه الجبال جبال عظيمة
لها تأثير في هذه الأرض، وجعل فيها أيضاً أنهاراً بأن جعل المياه الحلوة تجري في أرجاء هذه الأرض، ليكون ذلك من أسباب شرب الناس وسقيهم لزروعهم واستفادتهم منها بالتنقل والأسفار، ولتكون محلاً للأسماك التي يأكلها الناس. ثم قال: ومن كل الثمرات، أي أن الله عز وجل قد قدر في هذا الكون ثمرات مختلفة للأشجار التي تكون فيها، وقد جعل لهذه الأشجار تنوعا، فهناك أشجار فهناك أنواع مختلفة، ولذا قال: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. قال طائفة: كما يكون من ابن آدم الذكر والأنثى، يكون كذلك من الأشجار. ثم قال: يغشي الليل النهار، أي أنه قدر في الكون ليلا يسكن الناس فيه، وقدر في الكون نهارا يخرج الناس لمعايشهم فيه، وجعل الليل يغطي النهار بظلامه. فهذه آية عظيمة، ولذا قال: إن في ذلك، أي في هذه المذكورات، آيات، أي علامات واضحات لقوم يتفكرون فيعيدون أفكارهم وتأملهم ليعرفوا قدرة الله جل وعلا، فيخضعوا له ويعبدوه وحده ولا يجعلون له أندادا. ثم ذكر ما على هذه الأرض من أمور وعجائب تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، ولذا قال: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. فوجود هذه الآيات الكونية في الأرض دليل على قدرة رب العزة والجلال، فإن الله عز وجل قد جعل هذه العلامات دلائل تدل على قدرته سبحانه وتعالى، ويستفيد الناس منها وجوب من عمل هذه الأمور، وجوب إفراد من عمل هذه الأمور بالعبادة، بحيث لا يعبدون أحداً سواه جل وعلا. فهذه آيات عظيمة تدل على قدرة رب العزة والجلال، تجعل الإنسان يوقن بقدرته جل وعلا وبحكمته، بحيث لا يخلق الخلق إلا لغاية وحكمة، ولا يتركهم يعيشون هملاً ويتركهم عبثاً، وإنما أرسل الرسل لتكون هادية للعباد إلى ما فيه صلاحهم واستقامة أحوالهم مما يدل على قدرة رب العزة والجلال. فجعل في الأرض قطع متجاورات، أي أرض أراض متماثلة أو أراض متقاربة لكنها متغيرة متنوعة، فهذه جبال وهذه أودية وهذه سهول، مما يدل على قدرة رب العزة والجلال. ومن قدرته أن نوع أنواع الزروع والثمار في الأرض، فأرض واحدة يخرج منها ثمار متعددة، فهذه أعناب وتلك زروع يخرج منها القمح والشعير والذرة، وتلك نخيل يخرج منها التمر باختلاف أنواعه. قال: صنوان وغير صنوان،
الصنوان الأشجار المتعددة التي لها أصل واحد، وغير صنوان يعني أن كل شجرة منها مستقلة بأصلها وجذعها لتكون كل واحدة على انفرادها. فانظر إلى عجيب خلق الله كيف نوع بين ما ينبت على هذه الأرض، فهذه زروع وتلك أشجار، والأشجار متنوعة مختلفة، فهناك أشجار يستخرج منها أنواع الثمار، ومنها أشجار ليست كذلك، وهناك أشجار متعددة لها أصل واحد، وأشجار كل شجرة منها لها أصل مستقل، مع أن هذه الأشجار على اختلاف أنواعها تسقى من ماء واحد. فانظر، الأرض واحدة والماء واحد، ومع ذلك هي متنوعة في جنسها، وكذلك متنوعة في أنواعها، فالأعناب أنواع متعددة، هذا أخضر اللون، وذاك أصفر اللون، وذاك أسود اللون، ومنها الكبير، ومنها الصغير، ومنها ما له بذر، ومنها ما ليس في وسطه بذر، مما يدلك على قدرة الله. وهكذا أنواع النخيل متفاوتة متعددة، تصل إلى أنواع كثيرة بعدد المئات، مع أن أرضها واحدة وماءها الذي تسقى به واحد، مما يدلك على قدرة الله. ثم هذه الثمار متنوعة مختلفة، ليست بطعم واحد، ولذلك تتفاوت أنظار الناس فيها، فيرجحون بعضها على بعضها الآخر، ويفضلون بعض أنواعها على أنواعها الأخرى، مما يدلك على قدرة رب العزة والجلال. فأصحاب العقول الذين يستعملون عقولهم ويفكرون بها يعرفون أن هذه آيات عظيمات تدل على قدرة الله جل وعلا، ومن ثم نوقن بأنه الصادق في خبره وفي وعده ووعيده، وبالتالي نستعد لما ذكره من وجود الجنة والنار بأن نفرده بالعبادة، فلا نصرف شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا. فقدرة الله على إيجاد هذه المخلوقات تدل على قدرته على بعث الناس بعد موتهم، فلا يعجز الله أن يبعث الخلق بعد مماتهم. ولذا قال: وإن تعجب، أي إذا كان هناك مقالة ليست مقبولة ولا محل لها من التقبل والتصديق، فهي مقالة هؤلاء. فإن نبي الله لما دعاهم إلى التوحيد وأمرهم بإفراد الله بالعبادة قالوا: هذا شيء عجيب، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فرد الله جل وعلا عليهم بأن العجيب أن تشككوا في قدرة الله عز وجل على البعث وإعادة الحياة للأجساد، مع أنكم تشاهدون الآيات العظيمة التي الدالة على قدرة الله جل وعلا. ولذا قال: وإن تعجب، أي إذا كان هناك مقالة تتندر منها وتخرج عن أن تكون مقبولة عقلا، فهي مقالة هؤلاء الذين استنكروا الإيمان بالبعث بعد الممات. ولذا قال: فعجب قولهم أإذا كنا ترابا
أي إذا دفنوا في الأرض بعد مماتهم وتحولت أجسادهم لأن تكون ترابا. قالوا: إذا كنا كذلك أئنا لفي خلق جديد؟ أي هل نعاد مرة أخرى ونحيا حياة جديدة بعد أن أصبحنا ترابا؟ ولم يلتفتوا إلى آيات الله في الكون وقدرته جل وعلا على تصريف هذا الكون والمغايرة بين ما أصله واحد فيختلف في جنسه ونوعه، ولم يعجبوا من هذه السماوات العظيمة التي رفعت بغير عمد يرونها، ولم يلتفتوا إلى هذه الشمس والقمر وما فيها من الآيات العظيمة. ومن مد الأرض فهو قادر على استخراج ما فيها من الأبدان ليعيدها خلقاً آخر. ثم انظر إلى من أحيا هذه الثمار وزرع وأوجدها بعد أن كانت تراباً وماءً حتى أصبحت شجرة عظيمة فيها أنواع الثمار. فمن قدر على استخراج هذه الأشجار من هذا التراب قادر على إحيائك يا أيها الإنسان من التراب الذي تحللت إليه. ومن ثم فهؤلاء الذين ينكرون البعث إنما أتوا من كونهم لم يشاهدوا قدرة الله في الكون ولم يعقلوها ويتفكروا بها. ولذا قال: أولئك، أي هؤلاء الذين أنكروا البعث، هم الذين كفروا بربهم، أي جحدوا قدرته ولم يعترفوا بها، وكان ذلك من أسباب الوبال عليهم. ولذا قال: وأولئك الأغلال في أعناقهم. الأغلال الحبال الغليظة والسلاسل التي يغل بها الإنسان. فقيل بأن المراد بهذا في يوم القيامة، فإن الكفار تغل أعناقهم في ذلك اليوم. وقيل بل المراد أن هؤلاء القوم قد أغلقت أذهانهم وسكر عليهم في عقولهم، ولذا أصبحوا بمثابة من جعل على عقله قفل وجعل على ذهنه غل بحيث لا يستطيع أن يتفكر في عجيب خلق الله وفي عظمة رب العزة والجلال. ثم قال: أولئك أصحاب النار، أي هم الذين سيدخلون في نار جهنم فيلازمونها ولا يتركونها. فصاحب الشيء من لازمه وبقي معه، هم فيها خالدون، أي سيستمرون فيها أبد الآباد بلا انقطاع. وكان من شأن هؤلاء القوم ألا يدركوا العواقب، بحيث كانوا يطلبون من النبي أن يعجل لهم العذاب، فقالوا: إن كنت صادقا فيما تزعمه من وجود البعث وفيما تدعون إليه من إفراد العبادة فأنزل علينا العقوبة وأحضر لنا عقوبة تستأصلنا. وذاك من نقص عقولهم وعدم إدراكهم، فإن العقوبة إذا جاءت لن يمكنوا من الإيمان بعدها. فهم إنما طلبوا هذه الآية على جهة التحدي لا من أجل أن تكون دليلاً لهم يقنعهم بصدق ما يدعوهم إليه هذا النبي. ولذا قال: ويستعجلونك، أي يطلبون منك أن تنزل عليهم العقوبة بأسرع وقت إن كنت صادقاً فيما دعوتهم إليه من التوحيد ووجوب
الاستعداد ليوم المعاد. فقال: ويستعجلونك بالسيئة، أي أنهم يطلبون منك إن كنت صادقاً فعجل علينا العقوبة. وكان الأولى بهم أن يطلبوا أن يكون لهم الخير والحسنات الدنيوية حتى يكون هذا من أسباب قناعتهم ويقينهم بصدق هذا النبي وبكون البعث من الحق. فرد الله جل وعلا عليهم برد عظيم، فقال: انظروا إلى من قبلكم من الأمم، تشاهدونهم وتعرفون مساكنهم، جاءتهم أنبياؤهم فدعوهم إلى التوحيد فنفروا من دعوة التوحيد فنزلت بهم العقوبات، وهذه قراهم ومساكنهم تمرون عليها في أسفاركم. ولذا قال: وقد خلت، أي مضت من قبلهم المثلات، أي الأقوام الذين يماثلونهم ويشابهونهم في إنكار البعث وتكذيب الرسل والإشراك بالله عز وجل، فنزلت بهم العقوبات. ولذا ينبغي بهم أن يتعظوا بغيرهم، فالسعيد من وعظ بغيره لئلا ينزل بهم من العقوبة مثل ما نزل بأولئك الأقوام. والله جل وعلا رحيم بالعباد، ولذا فإنه يؤخرهم ويؤجلهم لعلهم أن يعيدوا النظر فيتفكروا في الكون وفي خالقهم وفي أنفسهم، ليكون هذا من أسباب استجابتهم لدعوة الحق والإيمان بما في هذا الكتاب. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فمع ما يوجد عند الناس من أنواع الظلم، سواء في حق الله بأن ظلموا أنفسهم باستمرارهم في طريق الشرك، أو بالظلم في حقوق العباد فيسلبونها ولا يؤدونها إلى أهلها، ومع ذلك يؤخر الله العقوبة ولا يعاجلهم بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن هنا فإن الإنسان يحذر من عاقبة فعله السيء لئلا تنزل به العقوبات. فهذه آيات عظيمات فيها أحكام وحكم وفوائد عديدة. فمن تلك الفوائد أن هذا الكتاب كتاب عظيم فيه هداية الخلق وسعادتهم دنيا وآخرة، ولذا يجب أن يولى من العناية ما يكون لائقا بهذا الكتاب. وفي هذه الآيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه، وصحة الرسالة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي الاغترار بكثرة أهل الضلال، فالله جل وعلا له حكم في وجود هؤلاء الصادين عن دين الله المعرضين عن شرعه. ولذا قال: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولذلك لم تكن الكثرة سبيلاً لمعرفة الحق، وإنما يعرف الحق بدليله وبما عليه من براهين، لا بكثرة، لا تعرف صحة الطريق بكثرة السالكين له. وفي هذه الآيات
التذكير بعظيم خلق الله في الكون، ومن أعظم ذلك خلق السماوات مع رفعها بدون أن يكون لها عمد يراها الناس. وفي هذه الآيات الإيمان باستواء الله تعالى على العرش، فإن الآيات القرآنية المتعاقبة في ستة مواطن من كتاب الله تثبت هذا المعنى: ثم استوى على العرش. والاستواء في لغة العرب الارتفاع والعلو. فإن قال قائل بأن كلمة استوى قد استعملت في غير هذا المعنى، قيل له بأن استوى إذا عديت بالحرف على لم تدل إلا على العلو والاستقرار، بخلاف ما إذا عديت بإلى فإنها تكون بمعنى قصد، وبخلاف ما إذا لم يأتي معها تعدية فإنها يراد بها نضج الشيء وكماله، وبخلاف ما إذا كان فاعلاها اثنين فإنها تدل على المماثلة بينهما. فأما إذا جاءت استوى وعديت بالحرف على فإنها إنما تدل على العلو والارتفاع. وفي هذه الآيات التذكير بآيتي الشمس والقمر وعظم ما فيهما من دلالة على قدرة رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن ما في الكون مسخر مدبر، وأنه يجري في أفلاك معينة قد قدرها رب العزة والجلال، وأنها تستمر في جريانها حتى يأتي الأجل المسمى يوم يقوم العباد لرب المعاد. وفي هذه الآيات إثبات الأمر الكوني والأمر الشرعي لله جل وعلا، وأنه لا يقع في الكون شيء من الوقائع إلا والله خلقه والله قدره والله عالم به. وفيها إثبات وجوب إفراد الله بتشريع الأحكام، فالحكم له سبحانه، فلا يتولى إصدار الأحكام إلا هو جل وعلا. وأما تطبيق الأحكام وإنزالها على مواطنها ومحلها فهذا يعمله الفقهاء المجتهدون. وفي هذه الآيات وجوب الإيمان بيوم البعث، وأنه واقع لا محالة، مما يجعل الإنسان يستعد لذلك اليوم العظيم. وفي هذه الآيات جواز الانتفاع بما على هذه الأرض، حيث سخرها الله جل وعلا لبني آدم. وفي هذه الآيات تنوع ما خلقه الله في الكون، ما بين الجبال الرواسي والأنهار والأودية والأراضي المسطحة، مما يدلك على قدرة الله عز وجل على خلق المتنوعات. وفي هذه الآيات أيضا أن التفكر في الكون لربط هذا الكون بخالقه والتعرف على قدرته عبادة من العبادات، وأن التفكر في خلق الله وعظمه مما يكون من أسباب حصول الإنسان على الأجر والثواب. وفي الآيات أن الأصل فيما ينبت على الأرض من الحبوب والثمار أنه على الحل والجواز، لأن الله امتن بها ولا يمتن إلا بما هو مباح.
وفي الآيات التنويه إلى قدرة الله عز وجل على خلق الأنواع المختلفة المتغايرة في الصفة من أصل واحد، سواء في الأعناب أو الثمار أو الزروع أو النخيل. وفي الآيات قدرة الله جل وعلا على تنويع الثمار من الأشجار المتقاربة. وفي الآيات أيضا التذكير بأن الله قد جعل هذه الأشجار من أصل واحد، وأنبتها في أرض واحدة، وسقاها بماء واحد، ومع ذلك نوع بين أنواع هذه الثمار والحبوب، مما يدلك على قدرة الله عز وجل أن يخلق الأشياء المختلفة من أصل واحد. وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي به أن يعمل عقله بأن يتفكر في عواقب الأمور وأن يستعد لها. وفي هذه الآيات أن المقالة التي يتندر منها ويستغرب مما فيها ويتعجب منها مقالة الذين يشاهدون قدرة الله في الكون وفي أنفسهم، ومع ذلك يشككون في البعث، فيقولون هل يمكن أن يتحول التراب ليكون بشراً يحاسب على أعماله، وهم يشاهدون كيف جعل الله تعالى التراب يخرج أنواعاً مختلفة من الثمار والحبوب. وفي هذه الآيات أن ذهن الإنسان قد يغلق عليه فلا يتأمل ولا يفكر في الآيات الدالة على عظم الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن من أعظم ما يكون صاداً للناس عن الاستجابة لطريق الهدى هو ما عندهم من تقليد لمن سبقهم بدون تفكير في صحة ما ورثوه منهم. وفي هذه الآيات أن الإنسان قد يغلق على ذهنه وبالتالي لا يتأمل في الآيات الكونية، ولذا فإن من أعظم أسباب ضلال الخلق أن يغلقوا على أذهانهم بحيث لا يتأملون في آيات الله في الكون ولا ينظرون إلى العواقب العظيمة التي نزلت بمن يخالف طريق الحق. وفي هذه الآيات ذكر ما اعترض به المشركون من طلب آية وتكون وطلب عقوبة عليهم إن كان صادقاً في مقالته، وهذه تدلك على نقص عقولهم وقلة إدراكهم، فإن من كان عاقلاً طلب الحق وسعى لأن يكون من أهله. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالإنسان أن يسأل الله الخير وأن لا يسأله الشر، لا لنفسه ولا لغيره. وفي هذه الآيات مشروعية قراءة التاريخ للتأمل في أحوال من مضى وكيف كانت سنن الله معهم، بينما هي أمم عظيمة قادرة يعرضون عن الله وشرعه، فيكون هذا من أسباب نزول العقوبات التي تستأصلهم. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يسعى لتحصيل مغفرة الله جل وعلا، ليكون ذلك من أسباب سلامته من العقوبات الأخروية والدنيوية. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالإنسان
أن يغتر بعفو الله جل وعلا، فإن الله يمهل العباد ولكنه سبحانه شديد العقاب، وبالتالي يعاقب المعرضين عن شرعه وعدم المستجيبين له بأنواع العذاب. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يرزقها فهماً لكتابه وعملاً بما فيه، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أصحاب العقول الذين يفكرون في بديع خلق الله، والذين يستدلون بهذه الآيات الكونية على عظمة الله جل وعلا، مما يورثهم الخضوع والعبودية له سبحانه وتعالى. كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والصلاح والنفع، وأن يوفق ولاة أمرنا هنا في هذه البلاد، بلاد مكة والمدينة، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.